جنرال بصورة عامة random variable in x continuous طبعا is uniformly distributed يعني موزع بانتظام over the interval من الـ A للـ B يعني من الـ A للـ B قصدي على محور الـ X يعني هاي التسعين والـ B. أقدر أكتب قانون أقول الـ F of X شو يساوي؟ واحد على الـ F of X تساوي واحد على الـ B ناقص الـ A إذا الـ X شنو قيمتها؟ طبعاً دائماً الدالة الـ F of X تمثل الـ Y وهاي واحد على بي ناقص الـ A يعني بهذا المثال كان واحد يعني على 100 يعني البي كان تمثل الـ 100 الـ A تمثل الـ 90 فواحد على 100 ناقص 90 يعني واحد على 10 يعني بوينت واحد ولهذا على محور الـ Y الارتفاع يعني كان بوينت واحد فأقدر أقول واحد على بي ناقص الـ A إذا الـ X قيمتها بين الـ A و بين شنو؟ الـ B وصفر elsewhere يعني بغير مكان ما لها قيمة بس بهالفترة إذا الـ X بين الـ A وبين الـ B زين بهذا المثال إذا شوية بعد نتعمق به يعني شنو؟ يعني مثال آخر يتعلق بالمثال اللي بالأول اللي هو رحلات الطيران. The probability that a flight يعني الاحتمالية بأنه رحلة الطائرة takes between 92 and 97 minutes is represented as يعني the probability that x شنو؟ بين الـ 92 وبين الـ 97 it is equal to the shaded area يعني المنطقة المظللة بالشكل هذا الشكل شوف أنا عندي من الـ 90% على محور الـ X هو شو يقول لي؟ هاي المنطقة المظللة باللون الرصاصي من الـ 92 للـ 97 يعني إذا رحلة طيران طلع لي الوقت إذا تستغرق بين 92 وبين 97 يعني مو طلع لي الوقت احتمالية بأنه راح تستغرق بين 92 وبين 97 دقيقة هذا المثل المستطيل العفو اللي بالمظلل مساحته هو عبارة عن شنو تعرفون مساحة المستطيل طول في العرض زين الطول اللي هو على محور الـ X يعني 97 ناقص 92 5 في شنو؟ في الارتفاع أو العرض شقد العرض 0.1 اللي قبل شوية طلعته قلت 1 على B ناقص الـ A فيصير عندي بهاي الحالة أضرب الطول في العرض أو الطول في الارتفاع 5 في بوينت واحد يساوي بوينت 5 5.5 اللي هي مساحة الـ PDF وهذا معناته طبعا هي هاي probability يعني المساحة لهذا الشكل تمثل لي probability فخمسة في بوينت واحد بوينت خمسة إذا ضربتها في 100 يعني تطلع 50% 50% 50% من رحلات الطيران تستغرق وقت ما بين 92 وما بين 97 دقيقة هذا مثال آخر The price for قالون يعني هاي وحدة عندهم of all milk is uniformly distributed between يعني سعر الحليب ما بين بفصل الجولاي اللي هو الشهر السابع يعني بالصيف باليو اس سعره يتراوح ما بين 2
$2.25 و$2.75. Give. شنو مطلوب بالسؤال؟ لازم تعرفون. Give the equation and graph of the PDF for X. تعطيني المعادلة، تعطيني الجراف اللي هو الرسم. بالبداية خلينا نطلع المعادلة، وبعدين also determine the percent of source that charge more than. هذا بالفرع الثاني، طبعا خلينا نحل الفرع الأول. يقول اعطيني المعادلة والجراف. المعادلة أقدر أكتب طبعا بالبداية المفروض الجراف، وبعدين يلا المعادلة شلون؟ على محور الإكس تكتبوا لي هنا قايل بالسؤال إن 2.5 السعر 2.25 و 2.75. اكتبها هنا بالرسم، هذا الرسم، فبالشكل هذا الرسم على محور الاكس من 2.25 الى 2.75 على الاكس. زين الواي اللي هو الاف اوف اكس من طلعته؟ 1/b-a، يعني 1/2.75 - 2.25، يعني 2.75 - 2.25 يطلع لي 0.5، يعني 1/0.5 معناته 2. على محور ال f of x على محور ال y طلع لي هاي القيمة اللي هي مكتوبة 2. فمن ارسم الرسم اقدر ذاك الوقت اطلع المعادلة اللي هي الايكويجن. ال f of x قيمتها طبعا دائما القيمة تتعلق بال y، بال y هاي ال y شلون اطلعها؟ بالاعتماد على x. من 2 قيمتها 2 ال f of x إذا ال x قيمتها بين 2.75 و 2.25، وصفر بغير مكان ما بيها قيمة غير بس بهاي الحدود. هاي حليت أول فرع. هنا شو يقول؟ also determine the percent of the source that charge more than 2.75 للقانون الواحد، يعني يعني طلع لي الاحتمالية للمحلات اللي تبيع أكثر من 2.70 دولار للحليب. دائما بالبداية لازم ترسمون الرسم وبعدين المعادلة. هسه هذا الرسم إذا رسمنا يعتمد هذا الرسم الثاني على الرسم الأول. 2. قلنا من 2.75 على محور الإكس إلى 2.25. يقول لي أكثر من more than 2.70. تشوفون هاي المنطقة المظللة، يعني بيناتهن اللي هو من 2.70 للأكثر. إيش قد الأكثر؟ 2.75، يعني بس هاي المنطقة المظللة. شلون اطلع المساحة مالتها موجودة هنا؟ الاكس اكبر من 2.70، يعني اذا بروبرتي للاكس اكبر من 2.70 اذا شرد اريا هي المنطقة المظللة بهذا الشكل. شوفتكم اياه هذا المنطقة المظللة باللون الرصاصي. فالمساحة مالتها شلون اطلعها؟ نفس الشيء طول بالآر. زين الطول على محور الاكس ايش قد طولها؟ 2.75 - 2.70، يعني 0.05 في الارتفاع او العرض. خلينا نقول 2 في 0.05 ويساوي 0.1. هاي البروبرتي.
إذا أضربها في 100 معناته 10% يعني معناته 10% 10% من الحديد سعره أكثر من 2.70 دولار. هذا مثال آخر. The time between release from prison the time between release from prison and the commission of another crime يعني مسوين إحصائية على مجموعة من السجناء الوقت ما بين إطلاق سراحهم وارتكابهم جريمة أخرى يتراوح بين الصفر يعني إلى 5 سنين between 0 and 5 years. Give the equation and the graph of the PDF. يعني اعطيني معادلة وجراف ان PDF قلنا probability density function لل X. هسه راح نطلع اول مرة. قلنا الرسم اهم شيء. طبعا هو بفرعين ولهذا برسمين. اول واحد هو الرسم اللي هو من جهة اليسار على محور الاكس من الصفر للخمسة، اللي هو يتوزع بين الصفر والخمسة، وعلى محور الواي هي 0.2 من جهتي من القانون يقول f of x باليونيفورم ديستريبيوشن 1 على b ناقص a، يعني 1 على 5 ناقص 0 يعني 1 على 5 معناته 0.2. وهنا اقدر اكتب الاكويجن f of x يساوي 0.2 اذا الاكس بين الصفر والخمسة وصفر elsewhere يعني بغير مكان او otherwise. زين اكو فرع ثاني بالسؤال. What percent of this group will commit another crime within 2 years؟ زين هالمرة يقول لي لا، يقول لي مو بين الصفر والخمسة يعني خلال سنتين 2 years يعني بين الصفر والاثنين. الرسم عندي راح يتغير اللي هو الرسم على جهة اليمين اللي هو هذا بين منطقة الشادد اريا يعني منطقة المظللة. يقول لي إذا الإكس يعني أصغر من الاثنين مو من الصفر للخمسة لا يعني من الصفر للاثنين
هنا هو من الصفر للخمسة، شوف المنطقة المظللة من الصفر للاثنين، المنطقة اللي مظللة لازم أطلع المساحة مالتها. المساحة مالتها هي عبارة عن طول في عرض أو طول في ارتفاع. زين الطول مثل ما تشوفون النص على محور الإكس طبعاً، من الصفر للاثنين، والارتفاع طبعاً هي هاي بوينت اثنين، الارتفاع هي بين اثنين بس هي بوينت اثنين، فأضرب الطول في العرض أو الطول في الارتفاع يعني اثنين في بوينت اثنين ويساوي بوينت أربعة. فالمساحة تمثل لي البروبرتي هاي الحالة دائماً من كونتينيوس راندوم فاينل. يعني إذا هاي بوينت أربعة ضربتها في مية يعني معناته 40% من ذول السجناء راح تكون جرائم خلال سنتين. مين on center division of the uniform probability distribution؟ أكيد ما دام عنده probability لازم عندنا مين، لازم عندنا ثاني ديفيجن، لازم عندنا فاريانس. ذا مين فاليو اوف راندوم فاريبل هافينج ا يونيفورم ديستريبيوشن اوفر ذا انترفال فروم للاي للبي. الميو شو يساوي؟ يسهل القانون مال الميو والمين، اي زائد بي على اثنين، اي زائد بي على اثنين، هذا قانون المين. الفيروس B ناقص A الكل تربيع على 12، هذا قانون المين وشنو؟ والفيروس. والفيروس أقدر أطلع منه ستاندرد ديفيجن أيضا. Find the mean on the standard division of the time between release from prison عندكم مش يعني المثال السابق، احسب لي شنو رايت المين. المين يساوي A زائد B على 2، لان على محور الاكس كان عندي 0 ب 5 هي هاي قيمة البي والA، ويساوي 0 زائد 5 على 2 ويساوي 2.5. المين او المعدل او average number يعني معناته متوسط حسابي. And the standard deviation is given by، والstandard deviation ايش بيها؟ طبعا هي جايه من جذر الفيروس تحت الجذر B ناقصا اي الكل تربيع على 12، ويساوي ايضا تحت الجذر 5 ناقص 0 الكل تربيع على 12، ويساوي هذا رقم طلعوه بالحاسبة 1.44، هذا قيمة الستاندرد ديفيجن. هذا مثال آخر طلاب. The weight of 10 pounds bag، يعني وزن 10 حقائب من البطاطا are uniformly distributed between 0.75 and اللي يهمكم هاي الأرقام between 9.75 and 10.75 pound. The distribution of weight لازم نعرف distribution of weight for the these bags، هاي الحقائب اللي تحمل بطاطا يعني توزيع الأوزان نقدر نشوفه بهذا الكيرف هذا الشكل. على محور ال x هو يقول بالسؤال من ال على محور ال x من ال 9.75 إلى 10.75 هاي الاكس. على محور ال f of x او الواي ايش مكتوب؟ واحد. ليش وما جتي واحد؟
ما لهمش يعرف اللي بالاكس. التوزيع الاوزان بين 9.75 باوند وال 10.75 باوند. الاف اوف اكس او الواي هي عبارة عن شنو؟ 1 على بي ناقص اي، يعني 1 على بي ناقص اي هي 10.75 ناقص 9.75، يطلع عندي 10 بوينت، يطلع عندي 1. فواحد يطلع عندي قدام محورين، اقصد الاف اوف اكس 1، 1 على 1 يساوي 1، فطلع عندي الارتفاع 1. طلعت هذا الشكل، هذا الشكل اقدر اطلع من عنده ايضا المين. مين قانونه سهل، اي لميو يساوي اي زائدا بي على 2، ويساوي 9.75 زائد 10.75 على 2، ويساوي 10.25 باوند. زين، والستاندرد ديفيجن انحراف المعياري شو يساوي لي؟ تحت الجذر ب ناقص اي كل تربيع على 12، 1 على، ليش؟ لان ب ناقص اي كل تربيع هو 1 تربيع 1 على 12 ويساوي 0.29. زين، اف الاكس، اف الاكس اكبر من 10، يعني الأوزان أكثر من 10. شلون أمثلها على الرسم؟ هذا الشكل، هذا الشكل. الإكس نفسه قلنا هي من 9.75 للعشرة بوينت 75. بس شنو؟ يقول لي إذا إكس أكبر من 10، العشرة تقريبا هنا صاير، ويظللها لحد ما يوصل، لأنه هو يكون من العشرة وفوق أكبر. شوفوا المحاوطة الإكس أكبر من 10. هاي المنطقة المقللة إيش فيها؟ لما طلع المساحة مالتها شو أطلع؟ الطول في أو الطول في الارتفاع. زين، الطول إيش قد؟ هو 10.75 ناقصا 10، يعني 0.75. في شنو؟ الارتفاع او العرض قيمته 1، فطلع 1 في 0.75 ويساوي 0.75. اذا اضربها في 100 يعني معناته 75% او 75% من الحقائب وزنها اكثر من 10. احنا قلنا قبل شوية طلاب الكونتينوس راندوم فايربل هو عبارة عن التوزيع مالته نورمال بروبابيلتي ديستريبيوشن، العفو يونيفورم بروبابيلتي ديستريبيوشن، يعني يونيفورم قلنا يعني منظم او موحد. اكو ايضا توزيع اخر للكونتينوس فايربل، كونتينوس راندوم فايربل اللي هو النورمال، نورمال يعني الطبيعي، يعني التوزيع الطبيعي للاحتمالية. يقول the most important and the most important and widely used of all continuous distribution، أهم توزيع للنورمال للcontinuous distribution للتوزيع المستمر هو شنو؟ normal probability distribution، توزيع الطبيعي. هذا شكل التوزيع الطبيعي، هذا شكل، هذا كير الموضح المطلوب اللي بي الاكس وبي اف اوف اكس وبي جوا ايضا الميو على ما اكون ميو اللي هو المين. يعني هذا توزيع طبيعي بيشو هافينج امين والستاندرد ديفيجن، عند مين وعند انحراف. مين وعند انحراف معياري. الشكل اللي جوه يحكي على الشكل اللي اسفل،
هذا شكل شبيه بهاي الحالة. يقول كيربين أو توزيعين، هذا توزيع طبيعي، لو تشوفون شكل الكيرب هذا تقولون هذا توزيع طبيعي. نفس المين عندهم، المين طبعا ما مرتكز بالمنتصف على محور الاكس بالمنتصف. والستاندرد ديفيجن قيمتها تختلف، يعني هاي الكيربين عندهم نفس المين أو بين التوزيعين اللي مثلناها بهالكيرب عندهم نفس المين، بس الستاندرد ديفيجن مالتهم يختلف. يعني واحد تشوفون هاي التأشير الستاندرد ديفيجن يساوي 2، وبالحالة للكيرف الستاندرد ديفيجن يساوي 4. فيقول لنا ايش كل ما ذا سيم مين، يعني هاي التوزيع الطبيعي او الكيرف عندهم نفس المين بط ديفرنت ستاندرد ديفيجن، ولكن الانحراف العيار مالتهم مختلف. الأرجر بالستاندرد يكون أكبر ستاندرد ديفيجن، إيش كل ما يكون مور ديسبريس، يعني يصير يعني ما بيكمل، خلينا نقول يتوزع أكثر. أر ذا فاليو أباوت ذا مين، حول المين، يعني ينزل جوا شوي. إذا تشوفون هسه هاي بتقمة اللي هو ستاندرد ديفيجن يساوي، إيش كل ما يصير ستاندرد ديفيجن أكبر، أول واحد ستاندرد ديفيجن يساوي 2، وثاني حالة ستاندرد ديفيجن يساوي 4، بس نفس المين، نفس المين. زين إذا عندي غير حالة، لا هالمرة شنو؟ اثنيناتهم هذا الشكل جوا نفس ستاندرد ديفيجن، بس المين مالتهم يختلف. المين بالمنتصف على محور الإكس، واحد قيمته 66 المين، والله قيمته 70. وهذا الحكي او الكلام عليه يقول الكيرف الاول عنده مين قيمته 66، والكيرف الثاني او التوزيع على الكيرف هو بالحقيقة توزيع الاحتمالية عنده مين يساوي 70. طبعا probability للنورمال properties of normal probability distribution، خصائص بمجموعة من الخصائص من normal probability distribution. مثلا أول نقطة the total area under the normal curve is equal to، هاي نعرفها اللي هي المساحة تحت المنحني قيمتها 1. ثاني شيء the curve is symmetric، تشوفون الكيرف متماثل حول شنو؟ حول المين، لأنه المين بالمنتصف. And the area under the curve on each side of mean equal 0.5. والاريا حول كل جانب هو مقسوم بالنص المنحني، حول كل جانب قيمتها 0.5، يعني مجموعهم 1. زين the tail، تعرف تقرا the tail of the curve extend indefinitely، يعني يمتد، يقدر يمتد الى ما لا نهايه. هاي طبعا مجموعه من الخصائص. هنا مثلا النقطة الرابعة each pair of values for m والستاندرد ديفيجن determine a different normal curve، طبعا لما تختلف القيم مال المين والستاندرد ديفيجن اكيد راح يختلف التوزيع او راح يختلف الكيرف عندي. خامس نقطة the highest point on normal curve occurs at the mean، اعلى نقطة تشوفون البيك وين تتحقق عند المنتصف. المين والميديان والمود ار اول ايكوال، مين وميديان مود هي متساوية المين لهذا النورمال كيرف، والمين وين يتحدد بالمنتصف. ان كان بي ريل نمبر، والمين بهاي الحالة هو رقم حقيقي نيجاتيف، قد تكون قيمته سالبة او موجبة او صفر. مجموعة من الخصائص طبعا. القانون لل f of x لل مين او العفو النورمال ديستريبيوشن، شو يساوي ال f of x؟ يساوي 1 على
جذر 2 باي بنستنى ديفيجن اكسبونينشال ناقص اكس ناقص النيو الكل تربيع على 2 في الباي ناقص. وطبعا اكو قيم ثابته مثل قيمه الاكسبونينشال والباي. قيمه الاكسبونينشال هي 2.7 18 28 18 28 هاي طبعا بالحاسبه موجوده. وقيمة الباي تعرفوها نسبة ثابتة اللي هي 3.14 وياها العشار. هذا الـ f of x المال للنورمال ديستريبيوشن. الستاندرد نورمال شلون ماكو؟ هسه اخذنا الكونتينيوس عفوا اليونيفورم ديستريبيوشن واخذنا النورمال وهسه الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. هذا ايش فيه شنو خصائص اللي تميز الستاندرد نورمال ديستريبيوشن؟ الستاندرد نورمال ديستريبيوشن ذا نورمال ديستريبيوشن هو بالحقيقه عباره عن توزيع طبيعي having mean equal to zero. المين للستاندرد نورمال ديستريبيوشن ايكوال تو زيرو، تشوفون بالرسم هذا الكيرف بالوسط اللي عباره عن المين على شنو؟ على الاكس هنا بدل الاكس محور الزد. صفر صفر موجود اللي هو بالمنتصف وهذا قيمه المين. والستاندرد ديفيجن ايكوال تو 1 هاي خصائص الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. المين ايكوال زيرو عند الستاندرد ديفيجن يساوي 1. The letter Z يعني ليش بدلات الـ Z مو بدلات الـ X is used to represent نستخدم على مود نمثل الستاندرد نورمال راندوم فاريبل بهذا الشكل. The curve centered at the mean يعني يتمركز وين الكيرف؟ عند المين يساوي 0 والستاندرد ديفيجن قلنا قيمتها 1 من الكراف المعيار.